إلا بالله. هوي يا عم جردوني. هوي يا حسونة. مالك يا عم جردوني؟ انت زعلان ليه؟ يعني مش عارف، نهر النيل ميته جلت وجل معاها السمك خالص. مفيش سمك؟ معقول الكلام ده؟ يعني لو مفيش مية يبقى مفيش سمك؟ طبعا السمك حياته في المية يا حسونة. يا خرب بيتك يا شناوي. في ايه بس يا عم شناوي؟ مالك انت كمان؟ مصيبة، كارثة. حاجة تانية غير موضوع المية؟ لا، هي المية. الزرع نشف والأرض شججت من قلة المية يا حسونة، مش هنعرف ناكل. يا جدعان مش هينفع كده، كل حاجة باظت وانا هموت من العطش. ايه ده؟ داني غبي قوي، ما اروح اشتري مية معدنية. بس يا حسون اسكت، احسن حد يسمعك ويخلصوا المية المعدنية ويشتروا كل الجزايز. خد يا عم عادل، هاني عاوز ازازتين مية كبار سجعين قوي قوي وبسرعة. ازازتين ايه؟ المزاد خلص خلاص. مزاد ايه؟ بقول لك عاوز مية. يا حبيبي اخر ازازة مية عملنا عليها مزاد، واللي دفع اكتر كسب واخدها. هو الموضوع وصل لكده؟ طب ودي خدها بكام؟ بخمسمية وسبعين جنيه. ايه؟ ليه؟ يعني ايه؟ مش كنت اقفل الحنفية احسن؟ اني عطشان. بج مية، اني حسونة صاحبكم عاوز اشرب طبابيل شفايفي. ها؟ ايه ده؟ مية؟ ايه ده؟ اني كنت بحلم. اعوذ بالله، ده كان كابوس. الحمد لله، دي المية دي طلعت نعمة بجد، دي فعلا ثروة وغالية. دي اغلى من الذهب. يلا يا حبيبي، يلا يلا منك ليه، كل واحد يخلص شرب ويقفل حنفيته ويجرد عليها جامد ويتأكد انها ما بتنجدش ولا نكتة واحدة. فاهمين؟ هو حسونا مال؟ ايه يا همام، اقفل الحنفية لغاية ما تخلص كلامك. ما انا لسه هش. اقفل بقول لك. يلا ايه؟ اقفل. حاضر حاضر اهو.